أم ناصر تقول أنها سمعت من ناس يقولون إن الله في كل مكان. هذا قول باطل، هذا قول الفرق المنحرفة وكالحلولية وغيرهم الذي يقولون الله موجود في كل مكان. تعالى الله عن ذلك، قد دلت الأدلة من القرآن والسنة وإجماع الصحابة والعقل والفطرة على أن الله تعالى في العلو، وأن الله تعالى مستوى فوق عرشه بائن من مخلوقاته جل وعلا، وأنه بذاته له العلو، له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. هذا هو الذي دلت له النصوص من الكتاب والسنة. وقد ذكر الله تعالى استواءه على عرشه في 7 مواضع من القرآن الكريم، والنصوص الدالة على إثبات صفة العلو لله عز وجل نصوص كثيرة من الكتاب ومن السنة. ومن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فالذي تدله النصوص والذي عليه السلف الصالح وإثبات صفة العلو لله عز وجل. أما القول بأن الله في كل مكان هذا قول باطل، قول منكر، وقول أصحاب الفرق المنحرفة.